الأسعار في بعض تجار الحديد لما بيجوا مثلا في حد عايز يحجز كمية حديد بيحجز على سعر اليوم، وبيتفقوا إن لو حصل زيادة هو ملوش علاقة، هو حجز النهاردة يبقى الكمية هتيجي كأنها جت النهاردة، أما لو السعر نزل زي اليومين دول الحديد ياخد نزل هو اليوم، العميل الحديد ياخد. نزل، عفوا الحديد نزل هذه الايام ولا ايه؟ نزل كان امبارح ب 37 بعد ما وصل ل 42. لا كويس الحمد لله. طيب فهو دلوقتي اللي حجز على 42 بيطلب من التاجر دلوقتي ان هو ياخد بسعر اللي هو 37 او 36، فهل دي معاملة ربوية ولا لا؟ هذا تفضل من التاجر، الأصل أن هذا لا يجوز. الأصل الأصل أن هذا الشرط باطل، لكن التجار تجار الحديد تعرفوا فيما بينهم وفيما بين الزبائن أنهم يتفقون على سعر الحديد الآن ويستلمون الفلوس كاملة الآن على انه ب 42 مثلا، ويقول لك من قبل نفسه، هو يقول لك من قبل نفسه اذا زاد الحديد، اذا زاد الحديد انا لن ازيدك في الثمن، هو 42، اذا نقص الحديد سابيع لك بالسعر الرخيص تفضلا منه، والا الشرع ليس هكذا، لكن ما دام البائع تفضل هو من نفسه بذلك فخلاص. طب ممكن ما هو اكمل كده، هو اكمل بس يا رب اغفر لنا ولك. ايوه شيخنا افهم بس، انت فهمت كلامي؟ فهمت كلامي ولا لم تفهم؟ معلش والله ما سمعتش حضرتك. اقول في مسألة اسمها السلم. تمام. السلم انا اريد منك 10 طن حديد، أريد أن أستلمهم في شهر رمضان. أقول لك تبيع لي، إيه رأيك تبيع لي 10 طن حديد أستلمهم منك في شهر رمضان؟ حديد عز 3 لينية. حددت ماذا؟ حددت الوزن، حددت النوع، حددت زمن التسليم، حددت السعر. بكم السعر؟ قلت لي ب 10,000. خذ يا عمي 100,000 ثمن 10 طن حديد، وأنت ملزم تسددهم لي متى؟ في شهر رمضان القادم بالمواصفات المذكورة. هذا اسمه السلم جائز، لكن التجار عندنا يفعلوا شيئا من قبل أنفسهم، يقول لك حاضر يا عمي مصطفى لك عندي 10 طن حديد أسلمهم لك في رمضان، لكن إذا الحديد رخص يا مصطفى أنا هخفض لك، إذا زاد مالكش دعوة. ده تفضل من من؟ من التاجر. من التاجر. ليه بيعمل التاجر كده؟ لأن أول ما بياخد فلوسك بيروح يحجز بها حديد. أول ما بياخد فلوسك بيحجز بها حديد. بس. تمام ماشي. اشتغل فيه يعني.